لي وصاحبي وسلم. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، وصفه اقتصاديه زي ما انتم شايفين مكوناتها باينه قدامكم. المكونات سهله وبسيطه وكمان موجوده عندنا في كل بيت. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ وصفه تنفع للغدا للفطار وللغدا والعشاء زي ما انت عايزه، لانها وصفه سهله وممكن تعملي معاها كمان شويه بطاطس محمره مع شويه مخللات وشويه سلطه، بتبقى حاجه فاخر من الاخر، جميله جدا يعني. هنعمل مع بعض ايه؟ مش عايزه احيركم كتير، هنعمل مع بعض العجه المصريه على اصولها. المكونات بتاعتها هنبدا نقولها مع بعض. العجه المصريه دي طبعا في انواع عجه، يعني انا عامله لكم نوع منها، في انواع تانيه يعني كتير، بس انا هعمل لكم النوع ده النهارده، وان شاء الله اعمل معاكم برده عجه تانيه بانواع مختلفه. مكونات الوصفه بتاعت النهارده معايا ثلاث حزم من الخضره المشكله، شبت وبقدونس وكزبره، طبعا بتجيبيها طازه زي ما انت شايفاها كده وخضره، وتنقيها كويس من العيدان الصفرة والدبلنه اللي بتكون فيها، وتخرطيها خرط رفيعه وتغسليها كويس جدا جدا تحت الميه، عشان الخضره زي ما انتم عارفين بيبقى فيها طبعا طينه وحاجات يعني مش كويسه واتربه وكده، فلازم تغسلي الخضره. واي خضار تجيبيه تغسليه يعني جامد جدا، وممكن تنقعيه في الميه شويه كمان وتحط عليه شويه خل، دي معلومه برده بقولها لك. تمام كده، وتصفيه طبعا وتخليه ينشف كده. معانا كمان ثلاث بصلات كبار مفرومين زي ما انتم شايفين كده ناعم. معانا اربع قرون فلفل حامي على بارد متخرط خرط صغيره. معانا كمان ثلاث سمرات من الطماطم متقطعه قطع صغيره. معانا ست حبات بيض اهم. اهم حاجه بقى في البيض يا جماعه، انت شايفه الصفار بتاعه، دي معلومه برضو عايزه اقولها لكم، الصفار بتاعه نازله الصفاره زي ما هي. ساعات بتجيب البيض يعني تلاقي الصفار بتاعه سايح كده او سايل، فبصراحه ما بيكونش طازه وما بيكونش حلوه خالص تستبعديها. فانت علشان تتاكدي من البيض قبل ما تحطيه على اي وصفه، تفتحي البيضه وتكسريها في طبق لوحده يعني قبل ما تحطيها على الوصفه، لو لقيت الصفاره بالمنظر الجميل ده تضيفيها وتبقى كويسه ومطمنه وانت بتحطي البيض. معانا ست سمرات، ست حبات قصدي، من البيض. تمام كده، معانا كمان معلقتين من معجون الطماطم اللي هي الصلصه، بتدي تيست حلو جدا للعجه بتاعتنا دي. وكمان معانا اربع فصوص ثوم مفرومين. معانا كمان ثلاث معالق من الدقيق، مش عايزين نزود الدقيق طبعا، ده دقيق زيرو. ثلاث معالق كبار من الدقيق. تمام كده، معانا كمان التوابل اللي احنا هنحطها، مش عايزين برضو نكتر التوابل على الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده علشان نحس بطعمها وتبقى جميله، يعني ما نخليش البهارات تغطش على طعمها. كتر البهارات برضو يا جماعه مش كتير قوي في الوصفات، بيخليكي مش حاسه بطعمها يعني قوي. تمام كده، فاحنا معانا معلقه ملح كبيره، ومعلقه كمون كبيره، معلقه فلفل اسود كبيره برضو. معانا كمان معلقه بيكنج باودر، البيكنج باودر ده اساسي في الوصفه بتاعت النهارده، بيخليها تبقى هشه ويعليها شويه كده، يعني عامليها كانك بتعملي الكيكه بالظبط. تمام كده، معانا كمان معلقه بابريكا كده. تمام، دي كل المقادير بتاعت الوصفه بتاعت النهارده. يلا بينا، هنحتاج طبعا زيت، سواء زيت نبات عادي او زيت ذره اللي انت عايزاه مرتاحاله اعملي بيه. اهم حاجه ان الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده هتتعمل بالزيت. تمام كده، يلا بينا على البوتاجاز بقى علشان نعمل الوصفه الجميله دي مع بعض. هنبدا بقى نعمل الوصفه بتاعتنا. انا جبت شويه زيت، حوالي نص كوبايه من الزيت المج العادي اللي انت تشربي فيه الشاي، حطيته على النار في الطاسه اللي انا هعمل فيها الخليط ده. تمام كده، هنسيبها طبعا تقدح شويه، ولو زيت ذره طبعا احنا ما بنسخنوش، يا دوبك بنحطه ونروح ضايفين عليه البصل على طول. هنحط بقى، نبدا نحط البصل. بسم الله، نديله بقى تشويحه حلوه كده، سهله جدا جدا الوصفه بتاعت النهارده معانا سهله جدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقلب تقليبه كده حلوه، العجه دي جميله جدا، ممكن تعمليها في سندوتشات برده لو الاولاد بيحبوا يعني الحاجات دي، ياخدوها عادي معاهم المدرسه في اللانش بوكس بتاعهم عادي، يعني ممكن تعملها لهم في عيش بلدي او عيش فينو. مش شرط على فكره، على فكره المخبوزات اللي هي بالفينو الفينو والحاجات الكتير دي كلها غلط على الاطفال وعلى الكبار، يعني المخبوزات اللي هي بتبقى بالدقيق الابيض، فنحاول برده على قد ما نقدر ممكن نديهم عيش من اللي هو البلدي، نعمله برده نقسمه كده بالسكينه، بيبقى جميل جدا، وتحط فيه الاكل اللي انت عايزاه يعني. يعني مش ما تكترلهمش برده من المخبوزات اللي هي الفينو والقرص والحاجات دي، يعني عشان طبعا احنا مش عايزين نضرهم على قد ما نقدر. انا بحب بقى اضيف التوابل والحاجات دي على
على البصله، وهي بتتعمل بتدي ريحه يا جماعه خطيره خطيره، بتقلب الدنيا صراحه يعني. الثوم بقى كمان نضيفه، يا سلام يا سلام. الثوم بقى والريحه، بصوا مش عايزه اقول لكم الريحه يا جماعه جميله جدا جدا جدا. التوابل لما تديها تشويحه كده مع البصله في اي، حتى لو انت بتعملي مثلا طبيخ او اي حاجه بتدي ريحه حلوه قوي. يعني بقى احنا قلنا نغير برضو، يعني مش شرط كل يوم فراخ لحمه سمك، طبعا الواحد بيجي بيزهق برضو، طبعا لازم نعمل اكلات كده على قد الايد برضو اقتصاديه، ونوفر شويه يعني في الاكل، يعني مش حكايه حاجه يعني، حتى لو معانا فلوس ان احنا نجيب يعني، لازم برضو نعمل اكلات بسيطه كده حتى نعود اولادنا برضو، يعني الله اعلم برضو ما حدش عارف الظروف بتبقى ايه، فلازم يتعودوا برضو على الاكلات البسيطه العاديه، لازم كل واحد يعود اولاده يا جماعه على كده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال استخشنوا اولادكم، يعني ايه؟ يعني مش على طول كل يوم اكل فاخر لحمه فراخ سمك، تيجي بقى لما مثلا تكون انت على قد يعني يكون الواحد مثلا حصل ظرف مثلا ومش قادر يجيب الاكلات اللي هم اتعودوا عليها دي، فطبعا هيبقوا متضايقين وانت هتبقي زعلانه علشان انت مش عارفه تجيب لهم الاكل اللي هم كانوا متعودين عليه. فلازم تنوعي لاولادك اكل من يعني مره كده ومره كده، مره كشري مره يعني مسقعه، مره مثلا زي ما قلت كده عيش جدادي كده، بطاطس بيض حاجات من دي، يعني في وسط الاسبوع عدس مثلا مره، لازم يتعودوا على الحاجات دي. تمام كده، وربنا يحفظهم جميعا يا رب. هنحط الطماطم، وربنا ييسر الامور للجميع يا رب. بس انتوا عارفين طبعا ساعات طبعا بيحصل ظروف ولا حاجه، فممكن ما حدش يعني يعرف يجيب الحاجات اللي كان بيجيبها قبل كده، مش شايفين الدنيا عامله ازاي والغلو اللي الناس بقت فيه يعني. هحط كمان البابريكا، وكمان معانا البابريكا والمعلقه بتاعت البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده تمام ما شاء الله. يعني حط بقى الفلفل، كل الخليط ده يتقلب مع بعضه كده، ونسيبه شويه ياخد ويدي مع بعضه اهو كده. شايفين اللون جميل جدا؟ هوطي بقى النار عليها شويه واسيبها تاخد ويدي مع بعضها، وارجع لكم تاني. بس برده معلش عايزه اضيف بس الصلصه برده قبل ما ارجع لكم، برده صلصه اهي. الصلصه زي ما قلت لكم بقى بتدي ايه، بتدي لون جميل جدا للعجه بتاعتها. معلقه صلصه كبيره بس، هي تمام. هسيبها بقى تغلى شويه مع بعضها كده وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه كده جميل قوي جدا، سبتها غليت شويه اهي، كله بقى اختلط ببعضه والطماطم طريت، وشايفين الجمال ما شاء الله ما شاء الله. يعني هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ طبعا احنا لسه مش هنضيف البيض ولا الخضره دلوقتي ولا الدقيق، هسيب طبعا كل الخليط ده لحد ما يبرد خالص، يبرد خالص، ما تحطيش اي حاجه وهو سخن ولا حتى دافي، هنسيبه يبرد خالص خالص وبعدين ارجع لكم تاني. كده يا جماعه خلاص الخليط اللي احنا عملناه مع بعض برد خالص خالص، يعني حتى ما هوش دافي، اهم حاجه زي ما قلت لك كده يبرد خالص، ما يكونش دافي علشان العجه تطلع معانا كويس. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ هنجيب البيض طبعا، احنا حاطين فلفل اسود كتير، معلقه كبيره كل حاجه طبعا عشان زفرت البيض. هنضيف البيض، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب كويس بالمضرب عادي كده، بسم الله الله اكبر، بالراحه برضو علشان ما تبهدليش حواليك. يعني العجه دي ان شاء الله تطلع، يعني انا بص عايزه اقول لكم الريحه قلب البيت بصراحه، لسه من قبل ما احطها في الفرن. انا قايده الفرن طبعا دلوقتي على درجه حراره 180 او على حسب الفرن بتاعك، يعني طبعا النار بتبقى فيها عامله ازاي، يعني كل واحد على حسب درجه حراره الفرن عنده.
تمام كده. هنضيف بقى الدقيق، مش عايزين نكتر زي ما قلت لكم الدقيق، واحنا حطينا البيكنج باودر. هو المفروض بصراحه كنت حطيت البيكنج باودر مع الدقيق، بس معلش بقى انا نسيت وحطيته اثناء ما انا كنت حاطه الطاسه على النار. فانت خلي البيكنج باودر حطيه مع الدقيق وانت بتضيفيه. نقلب بالراحه الخليط كويس جدا كده اهو، كله تمام. شايفين اللون؟ كمان هنضيف الخضره. بسم الله ما شاء الله الخضره كمان. يعني شايفين الوجبه دي اصلا وجبه غذائيه متكاملة، فيها كل حاجة، فيها بيض بروتين وفيها الخضرة، جميلة جدا. اكل الحاجات طبعا احنا بنعرفش ناكل الخضرة لوحدها غير لما تكون مع محشي او حاجة، مع ان البقدونس جميل جدا لتسييح الدهون ومفيد جدا جدا كده تمام. حط كمان باقي الخضرة، يعني ما تخافيش من الخضرة خالص خالص، لو زادت بتبقى جميلة جدا روعة. يعني شيل بس كل حاجة كده من قدامنا، نقلب كويس. عايزه بقى تعملي نص الكميه مثلا علشان يعني تجربيها، اعملي حاجه بسيطه براحتك، يعني بتكون مثلا فردين فهتعملي حاجه بسيطه. نصصي بقى الكميه اللي انا عاملاها دي، يعني بدل 6 بيضات تعملي 3 بس كده، يعني كده خلاص السمك ده احنا جميل جدا بتاعها. وطبعا اللي مش حابب شطه يستبعد الشطه. انا هعملها في القالب البايركس ده، ممكن تعمليها في اي صينيه برده عادي براحتك خالص. مش هدهنه زيت طبعا، ما بيلزقش فيه الاكل اهو، واحنا كمان ضايفين زيت. وهبدا بقى افضي الخليط بتاعنا كده كله مع بعض اهو. كده كله تمام، نشيل بقى الكلام ده كله وابدا بقى اجيب حاجة اسوي بيها ايه الصينية بتاعتنا اهي كده. نسويها كويس وخلاص كده خلصت معانا الصينية بتاعت العجة بتاعتنا. هدخلها بقى الفرن وبعد ما تخرج هخورها لكم طبعا، بس سويها كويس عشان تبقى بس ايه كلها يعني حتة واحدة بسوى واحد، يعني ما تبقاش حتة عالية وحتة هابطة شوية زي الكيكه. يعني بص احنا بنعملها بالظبط معامله الكيكه، بس شايفين الجمال؟ شايفين يا جماعه الجمال والريحه خطيره جدا. لسه كمان لما تستوي بقى ريحتها هتبقى تحفه تحفه. هدخلها بقى الفرن وارجع لكم تاني. كده يا جماعه العجه وهي في الفرن يعني قعدت بالظبط معايا تلت ساعه، وحطيتها تحت الشوايه 5 دقايق بس، وهدفع عليها بقى وتبرد واقطعها معاكم. وبكده يا جماعه خلاص خلصنا صينيه العجه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله يعني جميله جدا جدا وريحتها خطيره خطيره قلبه ريحه البيت كله. انا طبعا ماسكاها عشان انا ماسكاها تبرد عشان اعرف اقطعها معاكم. جبت بقى كمان عشان تزوقيها ممكن تحطي بقدونس عادي على الوش عادي لو ما فيش فلفل. انا قطعت شويه فلفل الوان كده عندي احمر واخضر واصفر، بيدوا شكل جميل جدا، وعملتهم كده على شكل ورد على قد يعني على قد ما بعرف يعني. جميله جدا جدا. هقطع معاكم حته برده واوريها لكم. اول حاجه كمان برده تعمليها لازم تسلكي الجوانب كده، الجوانب كده قبل ما تقطعيها اهي. انا عملتها برده بس قلت اوريكي تعملي ايه اهو كده، تسلكيها علشان تعرفي تقطعيها كويس جدا. ونقطعها بقى، ناخد بس كده قطعه اوريها لكم. بسم الله طريه بقى وهشه وتحفه جدا جميل صراحه، يعني وجبه سهله جدا وكمان اقتصاديه اهي، مش لازقه. شايفين يا جماعه الجمال؟ وهشه بقى وطعمها خطير. شايفين الجمال؟ ما شاء الله يعني اهي، مش مكتومه ولا اي حاجه خالص. اتمنى تكون الوصفه بتاعتنا النهارده تكون وصفه بسيطه وسهله، وان شاء الله تقومي ممكن تقدري تقومي تعمليها دلوقتي كمان تتعشوا بيها او تتغدوا بيها على حسب الميعاد اللي انت شفت فيه الفيديو. واتمنى